شلت لها المويه اللي انت انصح خدي لها اياهم بكره. ما عنده مويه بيه عساف؟ اللي مونته خوف الرب لا بيسأل ولا بخاف. الحمد لله. كيلو بي يس شبعت يوسف؟ شو كان بده خير؟ تتخبرنا قصة المقدم بنيام. بنيامين، بنيامين الحرديني. كم مرة صرت مخبركم إياها؟ أما المقدم بنيامين الذي أصله من حردين، هناك قتلوه الأعداء وقبروه عند باب الأركان. حردين يا بيي من رجال أبطال ورجال أفاضل وقديسين. سارة ايه يا ميتة؟ سارة الحردينية اللي استحبست بقرن قايته. بيي ومرشينا السلام على اسمه. الليلة صلى الفجر العيد، هذا شفيع حردين. يا أم سيدنا يسوع المسيح صلي لأجلنا. يا أم النعمة الإلهية صلي لأجلنا. يا أم طاهرة صلي لأجلنا. يا أم عفيفة صلي لأجلنا. يا أم غير مدنسة صلي لأجلنا. وعصتك اليوم خوفتنا يا بونا. لازم ولادنا يعرفوا شو عم بصير يا جرجي. انه من جد بلشوا ياخذوا الشباب على العسكر؟ ابن خالي وصل امبارح من الشوف وسمع انه ابراهيم باشا ناوي يتحرك صوب. ولما العسكر يتحرك بيهجم الجوع. من هيك قلنا لك نكثر سرعه القمح. مشي عن يوسف. وعصيف خليك عايزك شوي. انا باخذها. شو يا باسي؟ الشورة شورتك يا بونا. منكتر القمح. عم اسألك عن يوسف. شو بو يوسف؟ يوسف لازم يتعلم. شاب ذكي. حفظ التريتيل. بيصلي. عاقل. وغير عن ولاد جيله. ليش ما بتوديع على تنورين؟ عن جد الخوري؟ جد الخوري يوسف بيهتم فيه. هونيك في دار حوب. بيتعلم. يصير يقرأ ويكتب.
مين بيعرف؟ شو قلت؟ مثل ما الله بريد. لتكن مشيئتك. مشيئتك. كما في السماء. كما في السماء. كذلك على الأرض. كذلك على الأرض. مبسوط بالعلم يا يوسف؟ ايه يا جدي. شو تعلمتوا اليوم؟ حكيولنا عن مار فريم. حلوين حلوين الفراميات. كل شي بدي حلو. الله ينورك يا جدي. الله ينورك جدي. خوري احسن يا مراهب. خوري أحسن يا مراهب. خدمة ربنا أحسن شيء. وين؟ وين ما كنت يا جدي. أمك وبيك رهبان شيء؟ لما بيكونوا عم بيربوك منيح بيكونوا عم بيخدموا ربنا. لأنه يا جدي لكل القديسين كانوا رهبان ولكل المش منيح كانوا برات الدائر. هون الأساس. صلي يا يوسف وهو بيدلك على أقرب طريق لخدمته. صلي لي يا ميت الله يقبل دعوتي. كل صحة وكل دقيقة. قولي ليوسف خيك الياس سبقك على الرهبنة وراح يصلي لك. ما بدك رفاق. أنا رايح عند ربنا. طريقه أمان. بخاطركم. مريم عم تبكي؟ لا. انت صليتي تيجي هالنهار؟ وعم صلي يوسف لكل الولاد. بس ربنا ما رح يزعل من تبعتي. هو عملني